السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونجور، أو ممكن نحكي بونجور أتو الموند. كان آخر شيء أخذناه في المحاضرات اللي هو قبل الزوم، إنه إحنا حكينا كيف نحكي إنه أنا أحب، وكان عندنا الفعل هذا اللي إحنا أخذناه، الفعل اللي هو إيمي، فعل إيمي إن معناها يحب، تمام؟ فكان في عندنا تصريف لفعل إيمي، كونه هذا الفعل هو عبارة عن فعل من المجموعة الأولى اللي بينتهوا ب اللي هو بنسميها او ار او الاي ار، المجموعه الاولى من الافعال بتنتهي بو ار. حكينا انه في لهم حاجه اسمها تيرمينيزون، مجرد ما اني اشوف فعل بينتهي بو ار فبروح بحذف الاو ار هدول. طبعا مش كل الافعال، 99% من الافعال بتنتهي بو ار اللي هي اي ار يعني، تمام؟ فبروح بحذف الاي ار فبضل عندي حاجه اسمها بنسميها الباز اللي هو ايش، الراديكال. فهذا طبعا هذا المصدر. على سبيل المثال في عندي، لو جينا حكينا في عندي فعل، ناخذ بس مثال بسيط على السريع. لو في عندي فعل هنا اسمه ابيتي معناها يسكن، في عندي فعل تخافايي معناها يعمل، وفي عندي فعل اي مي معناها يحب، وفي عندي فعل مونجي معناها ياكل. لاحظوا عندي هاي الافعال كلياتها من افعال المجموعه الاولى، تمام؟ الفعل الاول اللي هو بينتهي بو ار اللي هي اي ار، والفعل الثاني بينتهي بو ار، والفعل الثالث بينتهي بو ار، والفعل الرابع بينتهي بو ار. الان كيف انا بدي اصرف الافعال هاي؟ بسيطه، بيجي بحكي لي في عندك قانون باللغه الفرنسيه اسمه قانون التيرمينيزون. كل مجموعه من الافعال في لها قانون، طبعا اكبر مجموعه من الافعال هي المجموعه اللي بتنتهي بو ار. فبالتالي احنا حنركز كتير على المجموعه هاي. شو هي التيرمينيزون؟ التيرمينيزون بكل بساطه انه بيجي بحكي لك انه في عندي، خليكم معي شويه بس، بيجي بحكي لك التيرمينيزون، نسحب الورقه هاي على جنب. التيرمينيزون انه بيجي بحكي لك الضمير جو، تمام، وعندك ضمير تي، وعندك ضمير ايل معناه هو، والضمير اللي بعده ال بمعنى هي، تمام، وفي عندنا ضمير اللي هو نو بمعنى نحن، وعندنا ضمير فو بمعنى انتم، عندنا ضمير جديد كمان او مش جديد اخذناه قبل كذا اللي هي ايل، طبعا هاي جمع بمعنى هم، وعندنا ضمير ال بمعنى هن. طيب الان التيرمينيزون بيجي بحكي لك بتروح بتجيب اللي هو الباز اللي هو مصدر الفعل. الان عندنا فعل ايمي، تمام، حكى لك احذف اللي هو الاو ار. شو بدنا نساوي؟ بدنا نحذف الاو ار، بضل عندنا ايه يا جماعه؟ بضل عندنا المقطع هذا. فبروح بجيب المقطع هذا بكرره كل مرة، تمام، هيك أنا بكون بلشت أعرف كيف أصرف الفعل، تمام. طيب هذا القطعة هاي أو الجزء هذا من الفعل هذا بنسميه الباز أو الغاديكال اللي هو يعني بمعنى الجذر اللي هو أصل الفعل، تمام، مش مصدر الفعل. الآن بدنا نيجي لمرحلة التيرمينيزو. هاي في عندي هنا في المنطقة هاي في عندي ضمائر، في المنطقة هاي في عندي الغاديكال، اللي هاي المنطقة هاي شو أنا بدي أضيف؟ بدي أضيف التيرمينيزو. التيرمينيزو بمعنى النهايات. الآن التيرمينيزو، الآن كل ضمير فيه له تيرمينيزو. على سبيل المثال لو جينا هنا لجو، جو بتاخذ أو، تمام، تي بتاخذ أو إس، ايل او ال بياخذوا التنتين او عادي، نو بتاخذ طبعا او ان اس، تمام، فو بتاخذ او زد، ايل او ال بتاخذ اي ان تي اللي هي او ان تي، لكن هاي بدكم تنتبهوا انه هاي لا تلفظ، تمام. طيب نيجي نطبق القاعده هاي بتاعت التيرمينيزون. فانا بدي اركز على التيرمينيزون هدول، شايفينهم يا جماعه؟ او او اس، او او ان اس، او زد، او ان تي التي لا تلفظ. طيب الان احفظوا لي اياهم بس اقربهم على الكاميرا هيك، تمام، هاي تمام، هيني قربت مع الكاميرا، تمام. الان هاي القاعده شو بدي اساوي فيها؟ بدي اجي اطبقها هنا. شفتوا الافعال هاي؟ هاي الفعل الاول على سبيل المثال هذا ابيتي، تمام، بدي انا اضيف الضمير اللي هي الضمائر هنا، تمام، هاي الضمير الاول، هاي الضمير الثاني، الثالث والرابع جنبه، وفي عندنا نو بمعنى نحن، وعندنا فو بمعنى انتم، وعندنا ايل الجمع وال الجمع، تمام، اللي هم هم وهن، تمام. هاي الضمائر اقربهم على الكاميرا، تمام، الضمائر اللي احنا اخذناها. الان شو انا راح اساوي؟ راح اجيب الغاديكال بتاع الفعل الاول اللي هو طبعا بدون الاي ار، بدون الاو ار، اللي هو في عندنا الغاديكال هيك بصير ابيت، تمام. نفس الحاجه بدي انزل ابيت، بدي انزل الفعل كمان مره هنا، الاتش لا تلفظ طبعا، تمام، وعندي هنا راح انزلهم، تمام، راح انزل الغاديكال هذا، تمام، اللي هو الجذر لجميع الضمائر،
تمام. فشو راح انا راح اساوي؟ راح اجيب التيرمينيزون هدول يا جماعه شفتوهم، راح اجيبهم واكتبهم هنا. شايفين هاي التيرمينيزون؟ راح نقولهم مثل ما هم هنا. فبحط هنا او، هنا او اس، هنا او ان اس، هنا او زد. تمام، اسف اسف اسف، غلطت معلش. هنا او اس، هنا او، هنا او او ان اس، هنا او زد. تمام، وهنا او ان تي التي لا تلفظ. راح نكرر الموضوع كمان مره مع الفعل تخافيه بنفس الطريقه. هي الغاديكال، هي اللي هو الغاديكال اللي هو الجذر بتاع الفعل اللي هو تخافاي. تمام، الان راح اجي هذا المقطع اكرره في جميع المرات هنا مع جميع الضمائر، ولكن انا بهمني ان انا الان اعرف شو، الان بعرف خلاص اطلع الغاديكال، ما في عندي مشكله. فراح اضيف هنا او، او اس، او او ان اس. طبعا هاي او، هاي او، هاي بنعمل دائره للشفاه هيك لما بنعملها، بعطيكم يوم في الزوم ان شاء الله كيف تعملوها. تمام، هنا او زد، وعندي هنا او ان تي. هنا انا بكون صرفت الفعل صحيح. يعني على سبيل المثال يعني ما علي الا انا اروح اجيب الغاديكال هذا واضيفه هنا. على سبيل المثال لو جيت انا هنا، تمام، هيك تخافايون، هيك بصير المقطع الفعل كامل. طيب ايمي نفس الحاجه، ومونجي نفس الحاجه. هيك احنا بنعرف نصرف افعال المجموعه الاولى باللغه الفرنسيه. طيب الان يا جماعه نيجي نلف الورقه من جديد ونيجي نحكي عن موضوع ايمي اللي اخذناه اخر المحاضره الماضيه، اللي كان عندنا المقطع المنطقه هاي. تمام، كنا بنحكي اللي هو، معلش مش عارف التصوير واضح هيك، اه تمام، اللي هو كنا نحكي اللي هو جيم لو سولي، جيم لو جاز. الان احنا اجينا حكينا انه انا كنت احب جو، بتاخذ ايم، هيك بتصير صح. ولكن بيجي بحكي لي انتبه بس لو سمحت، في عندك كنا فول وفي عندك كنا او، فبروح بشيلها هيك فبصير جيم بالشكل التالي اللي هو معناها انا احب. الان جيم بتحط وراها اي شغله بتحبها، مثلا على سبيل المثال القراءه، القراءه معناها باللغه الفرنسيه لا، تمام، لا ليكتور، القراءه. تمام، على سبيل المثال بتحب السباحه اللي هي لا ناتاسيون. سيون هاي التي اي او ان باللغه الفرنسيه عباره عن ميشن زي الانجليزي سيون، فبالتالي انا باجي بحكي لا ناتاسيون، جيم لا ناتاسيون. نفس الحاجه بدي اجي احكي مثلا لو فيلو اللي هي الدراجه الهوائيه، تمام، لو فيلو، جيم لو فيلو. لو جيت حكيت لا بلاج، الشاطئ، جيم لا بلاج، انه انا احب الشاطئ. انت احكي جيم واحكي اي شغله بتحبها. تمام، طيب هيك انت بتقدر تحكي عن كل الشغلات اللي بتحبها. الان حتحكي لي طب يا ميسيو شو في شغلات انا ممكن احبها وما احبها؟ انا حكيت لك الموضوع بسيط جدا، راح تلاقي في الدروس السابقه اللي احنا اخذناهم جينا هنا واخذنا كثير شغلات احنا ممكن نحبها وممكن ما نحبها، ولا لسه ما اخذناهم؟ اسف ما اخذناهم. راح ناخذ اسماء كثير شغلات انه احنا ممكن نحبها وممكن ما نحبها، مسميات شغلات على سبيل المثال النزهه، التمشي، الرياضه. تمام، يعني انا حاعطيكم الان كم من كلمه هيك على السريع. هي عندنا لا ليكتور معناها القراءه، تمام، لا ناتاسيون معناها السباحه، لو فيلو هيك بتتكتب يعني عشان نكتبها صح، لو في لو اللي هو الدراجه الهوائيه، لا بلاج معناها الشاطئ، جينا ممكن نيجي نحكي مثلا لو سبور الرياضه، ممكن نيجي نحكي مثلا لو جاز اللي هو موسيقى الجاز، ممكن نيجي نحكي لا شونسون اللي هو الاغاني. تمام، وممكن نيجي نحكي هذه شونسون، ممكن نيجي نحكي على سبيل المثال لا ميوزيك. طبعا هذه في كلمات مذكر كتبتها غلط، تمام، هاي في كلمات مذكر في مؤنث، هاي مؤنث مؤنث مؤنث، مذكر مذكر مؤنث، تمام، هنا مؤنث، تمام، هنا مؤنث. تمام، اوكي، الان هي عندي كلمه 2 3 4 5 6 7 8 8 شغلات انا ممكن احبهم ممكن ما احبهم، باجي بحكي جون نيم با. الموضوع هذا اخذناه كان في نهايه اخر درس اللي هو كان شرح عن طريق اللي هو سكرين ريكوردر. طيب الان بدنا نرجع لموضوع سريع اللي هو ايش؟ لي سالوتاسيون اللي هي التحيات. شايفه هنا يعني شايفين عندي هنا حكى بونجور، هي بتحكي لي بونجور، كومون تو تابيل شو اسمك، فحكى جو مابيل اسميك. يعني احنا بنكرر كمان مره للمره الالف، كومون تو تابيل هي نفسها زي كومون فو فو زابلي، ولكن اللي بيختلف صيغه الاحترام، الاحترام. الان احنا كنا نركز كثير على موضوع اللي هو كومون تو تابيل، كومون فو فو زابلي. اليوم راح ناخذ شيء مش جديد ولكن من نفس العائله. الان انا بحكي معك فبدي احكي لك شو هو اسمه، باجي بحكي لك كومون ايل، ايل اللي هو يعني هو، عن هو، سابيل كومون ايل سابيل شو اسمه، كومون تو تابيل شو اسمك انت، كومون فو فو زابلي معناها شو اسمكم انتم. تمام، فبالتالي عندي كومون تو تابيل، كومون ايل سابيل،
الإجابة بتكون ب il s'appelle Brido، يعني هو اسمه his name is Brido. تمام؟ طيب حكينا قبل كده إنه ممكن أسأل سؤال عن طريق أداة السؤال أو بنغمة الصوت. كان عندي نغمة صوت tu es français، هل أنت فرنسي؟ حكى نو جو سوي اسبانيول. طبعا هذا الموضوع يعني إحنا صرنا كتير عارفينه بصراحة وكتير متقدمين عليه. الآن بالنسبة لموضوع العمر بنكرر كمان لآخر مرة إن شاء الله بتكون آخر مرة، إنه كيف تسأل كم عمرك؟ عشان تسأل كم عمرك في عندنا عدة صيغ، الصيغة الأهم اللي هو فوتخاج سيل فو بلي. تمام؟ فوتخاج اللي هو عمركم، هي أقربها على الكاميرا، تمام؟ عمركم لو سمحتم، فوتخاج سيل فو بلي، تمام؟ أوكي. الآن الإجابة عليه ب فيرب أفواغ اللي هو فعل الملكية، إحنا حكينا باللغة الإنجليزية العمر بياخذ فيرب تو بي، لكن باللغة الفرنسية العمر بياخذ فيرب أفواغ، يعني على سبيل المثال أنا عشان أحكي إنه عمري 20 سنة، تمام؟ راح اضطر اجي احط اللي هو الضمير اللي هي جو وبدي احط اي، فجو اي هي تصريف افواغ يا جماعه اذا انتم بتتذكروا، فعل افواغ يعني، تمام؟ اكتب لكم اياه كويس، فعل افواغ، تمام؟ طيب الان جو واي بتصير بالشكل التالي، بنمسح الاو هاي بتصير هيك، فبتصير عندي جي، تمام؟ جي وبتحط العمر كم سنه وبتحط اون، تمام؟ جي 20 عمري 20 سنه، تمام؟ طيب الآن بالنسبة لسؤال عن العمر ممكن تيجي تحكي مثلا تحكي فوتخاج، هي عندنا السؤال الأول هيك فوتخاج، تمام؟ سيل فو بلي يعني عمرك بعد إذنك، تمام؟ أو عمركم، ما هو عمركم بعد إذنكم. في عندنا سؤال صيغة سؤال بصراحة بتكون رائجة أكثر من هيك، اللي هي طبعا فوزافي سؤال رقم 2، يعني هو نفس السؤال لكن بصيغة أخرى وصيغة سهلة. vous avez quel âge، يعني كم عمركم. هنا أنا بحكي بصيغة الفو سواء لعدة أشخاص أو لشخص أنا بحترمه. طب أنا بدي أحكي مع واحد بشكل مفرد والشخص مش لازم أنا أتكلف بالاحترام معه كثير، فممكن أجي أحكي له tu as quel âge. شو تغير عندي؟ تغير الفو صارت تي، تمام؟ و افي اللي هي تصريف افواغ هنا، تمام؟ تصريف افواغ اضطرينا نحولها ل ا، افي اللي هي تصريف افواغ مع فو و ا تصريف افواغ مع تي، واضح يا جماعه؟ فبالتالي ممكن اجي احكي فو زافي كيلاج او تي كيلاج. ففي عندي صيغه للسؤال، هي واحده، هي كمان صيغه وهي كمان صيغه، ثلاث صيغ لسؤال عن العمر، تمام؟ طيب الان هنا شو صار عندي؟ حكى فوت خايج سيلفو بليك، عمركم بعد اذنكم، يعني ما هو عمرك بعد اذنك، تمام؟ او بعد يعني لو سمحت يعني. فهنا طبعا حكى جي 48 يعني عمري 84 سنه. اي توا معناها وانت، فممكن تحكي اي فو، اما انك تحكي اي توا وانت يعني، تمام؟ فيش فيها تكلف واحترام كثير او مش رسميه، او ممكن يكون في تكلف واحترام ورسميات اكثر بتحكي اي فو، تمام؟ طيب الان هنا يعني انا بدي اشرح لكم، بدي اقرا عليكم هذا وانت تحاول تسمع صوتي وتحل السؤال هذا لحالك. ايكوتي كومبليتي لو ديالوج، استمع واكمل الحوار. الوغ، الوغ شو معناها؟ معناها سو. شو معناها يا جماعه؟ الوغ معناها سو، تمام؟ طيب الوغ il a quel âge، il a quel âge، هنا بده يكون في عندي تصريف avoir مع il، تمام؟ او il فراغ jeune، il est jeune، هو شباب. هنا في عندي فعل اللي هو être مع il، ليش هنا avoir وهنا être؟ العمر زي ما حكينا بياخذ avoir والصفات، تمام؟ جون معناها شباب، يعني لساته شباب صغير، تمام؟ فبالتالي شباب او صغير هو عباره عن كاركتير فيزيك اللي هي صفات شخصيه، فبالتالي بتاخذ اتخ هنا، تصريف اتخ مع ايل، تمام؟ اتمنى يكون واضح. واضح. طيب الى 23 زون يعني عنده 23 سنه، فهنا بدك تحط تصريف افواغ مع ايل اللي هي الى، تمام؟ طيب اي توا وانت تو كيل اج، قديش عمرك، تمام؟ جي طبعا هنا عندي اي اللي هي اي اي اسف اي اي، تمام؟ اللي هي جي مثل ما حكيناها قبل شوية، انا حلت لكم اياها يعني، هيني بصير بالشكل التالي جي، تمام؟ جي 22 زون سي تري بيان، يعني ذاتس فيري جود، تمام؟ طيب لاحظوا عندي هنا ما استخدم افواغ، استخدم اتخ. ليش؟ لانه جون
فيو جون معناها شباب، فيو معناها عجوز او كبير في السن، فبالتالي بما انها صفات شخصيه كاركتر فيزيك استخدم معها اللي هو فعل اتر. تمام، الي جون يعني هو شباب او هو صغير، il n'est pas vieux هو يعني مش كبير يعني مش عجوز. تمام، طيب كيل اج اتيل كم عمرها؟ بامكانك تسال تحكي الا كيل اج، هذه برضه صيغه جديده للسؤال عن العمر. تمام، على سبيل المثال بامكانك تحكي انه يعني حكينا عندنا صيغه اثنين ثلاثه، احنا هنا في صيغه جديده صارت اللي هي كيل اج اتيل هيك بالشكل التالي اللي هي كيل، كيل اللي هي اداه سؤال طبعا، اج تمام اتيل هاي بنسميها ستايلستيك عشان في فول وفول يعني ما بدي ادخلكم فيها. كلاش اتيل يعني كم عمرها، هاي علامة استفهام، يمكن انتم اشطر مني في رسم او كتابة علامة الاستفهام. الان هي هنا بنحكي عن عمرها، هي نفس الحاجة ممكن اجي احكي كيل اج اتيل، شو اللي اختلف من فوق لتحت؟ اللي فوق احنا بنسأل عن هي وهنا بنحكي عن هو، هذه معناها كم عمرها وهنا كم عمره. تمام، ممكن اجي احكي طبعا هي عندي صيغه 1 2 3 4 5 تمام، ولكن اللي اختلف انه هنا فوتخاي سيلفو بلي عمركم بعد اذنكم، فوزافي كيلاج تو ياكلاج، اكثر صيغتين مستخدمات اللي هم هذول الصيغتين الثانيه والثالثه، الثانيه والثالثه هي نفس الصيغه بالمناسبه لكن اختلف عندي ايش اللي هو الضمير. تمام، طيب الآن تعالوا نشوف هاي كيف عرفت عن نفسها مثل ما أنتم عرفتم عن أنفسكم في اللي هو الزوم اللي عملناه المرة الماضية. على سبيل المثال كلاجات اللي هنا في عندي سؤال، هي شو بتحكي عن نفسها؟ جو مابيل، تمام بدي أكبر بس شوي بس بعد إذنكم، أوكي تمام معلش يعني تحملوا شوي. هنا هي بتحكي عن نفسها جو مابيل مارغو يعني أنا اسمي مارغو، تمام اوكي فونتين يعني انا اسمي مارغو فونتين، جو سوي سيليباتير يعني هي عزباء او تمام، جو سوي ني لو يعني انا تولدت فيه. الان لاحظوا عندي هاي الكلمه ني هي هيك للمذكر وهيك للمؤنث، يعني انا تولدت فيه يعني ولدت فيه وهنا ولدت فيه، هي للمؤنث. تمام واضح يا جماعه، فبالتالي انا عن نفسي انا كزكريا باجي بحكي عن نفسي جو سوي ني لو 21 فريل في 21 اللي هو فبراير. تمام هذه ار خطي مش كتير يعني بصراحه مع القلم هيك مش يعني مش متمكن. الان هي بتحكي عن نفسها بتحكي جو سوي ني، لاحظوا عندي دبل اي، جو سوي ني لو 22 طبعا اوكي لو 22 جانفي، جانفي معناها شهر يناير في عام 1976، مش مطلوب منك تحفظ حاليا اللي هو العام. ليون في مدينة ليون، لاحظوا عندي اسم المدينة يا جماعة عشان احنا نأكد على الموضوع هذا، اسم المدينة يعني على سبيل المثال غازا جباليا تمام، لو حكينا مثلا اعطيني اسم مدينة كل الاسماء سبحان الله راحت، باري باريس مارسي يعني اي اسم مدينة بدك تحكي عنه انه انت تولدت فيه سكنت فيه عشت فيه اشتغلت فيه بدك تحط قبله تمام. على سبيل المثال جبيت اجباليا انه انا اسكن هي لها تمام، انا اسكن في جباليا، انا اسكن في غازا، جابيت ا غازا، جابيت ا جبل، جابيت ا باريس، جابيت ا مارسي، جو سوي ني ا غازا، جو سوي ني ا جبل، جو سوي ني ا باريس، جو سوي ني ا مارسي. فبالتالي ناكد على موضوع انه اي مدينه بدي استخدمها حسب الفعل اللي قبلها غالبا هي افعال بتاخذ اللي هو حرف جر، على سبيل المثال جابيت ا غازا تمام. فهنا حكت ليون يعني في مدينة ليون، جابيت أورليون تسكن في مدينة أورليون، لاحظ قبل المدينة في عندي تمام. طبعا هنا العنوان اللي هو 15 ريو جون دارك تمام، في 15 شارع جون دارك. جو سوي سكرتير، أنا سكرتيرة دون زون بانك يعني أنا سكرتيرة في بنك تمام. طيب هنا بيركز لي على موضوع اللي هو فعل أفواغ يا جماعة، اللي هو تصريف فعل أفواغ اللي أخذناه سابقا في المحاضرات السابقة تمام. طيب في سؤال عشان تسأل من هذا اللي هو عندي سؤال كيس، كيس معناها من هذا، كي إيسو
لكن مع بعض بتصير كياس. تمام؟ أوكي. الآن نسمع الديالوج هذا. كياس، من هذا؟ Je ne sais pas. أو je ne sais pas. لا أعلم. Moi. أنا. Je sais. تمام؟ أنا أعلم. حكينا أن جو معناها أنا، وما هي نفس موضوع جو ولكن للتكرار لما تيجي مفعول به ولما تيجي للسؤال. Moi je sais. زي me I am. تمام؟ Moi je sais. أنا أعلم. سي معناها يعلم. سي هي طبعا تصريف فعل اسمه savoir. تمام؟ Je sais. سي أني. هذه أني. سي أني. لما أنت بدك تيجي تحكي مثلا هذا يكون بتحكي سو اي، ولكن نظرا انه في عندي هنا او هنا او، فبالتالي شو بسوي؟ بروح بلغي الاو الاولى هاي وبصير هيك سي. تمام؟ طيب الان سي زكريا، هذا زكريا. This is. سي بمعنى this is. تمام؟ فهنا شو حكى لي؟ سي. تمام؟ سي اني، يعني هذه اني. تمام؟ كي اس؟ جو سي با. موا جو سي. سي اني. اني Annie comment? Annie Mine? Annie Fontaine? Le nom est français? L'ism français? Oui, elle est française. Naam, hiya faransiya. Le nom, l'ism, est français. Yani ism l'aïla faransi. Fa irrad kan, oui, naam, elle est française, hiya faransiya. Et elle a 20 ans, wa amruha 20 sana. Elle est mariée? Hal hiya mutazawwija? Taban, hai sigat sual. Lahom, le sual kan, elle est mariée. Lakin sual, ألي ماريي، يعني بتصير سؤال تعجب. تمام؟ هل هي متزوجة؟ نو ألي سيليباتير، يعني هي عزباء. سوبر موا أوسي. سوبر ممتاز جدا وأنا أيضا. فالصفات السوشيال ستيتس في عنا سيليباتير معناها أعزب أو عزباء، ماريي هنا هيك طبعا بتصير متزوج وما مع إضافة الإي بتصير متزوجة. فيونسي خاطب، وفيونسي بالإي بتضيف لها إي بتصير خاطبة. أو ديفورسي مطلق، وديفورسي بإضافة الأو بتصير مطلقة. تمام؟ طيب الآن بإمكاننا إحنا يعني آخر الزوم الماضي كنا نحكي مع بعض، فطلبنا في نهاية الزوم إنه بعد كذا نعمل حد، كل واحد يعمل عن الحد الثاني. يعني أنا مثلا حد يعمل عني. Il s'appelle Zakaria, c'est un professeur de français أو c'est professeur de français أو تمام؟ Il est palestinien, il habite à Gaza. تمام؟ فإحنا محتاجين هيك حد يحكي عن الأشخاص الآخرين. تمام يا جماعة؟ طيب الآن هنا برضو في عنا شوية شغلات إنه إحنا ممكن نحبها وممكن نكرهها. على سبيل المثال لو سينما، السينما. عنا لو تياتر، المسرح. لا بانتور معناها الرسم. لو جودو اللي هو الكاراتي. لا ميوزيك، الموسيقى. لا دونس، الرقص. تمام؟ طبعا هذول في منهم شغلات مذكر وفي عندي شغلات مؤنث. تمام؟ مؤنث. تمام؟ طيب لاحظوا عندي هنا تم استخدام صيغة تو في بعض من المرات، وفي أحيان أخرى تم استخدام صيغة فو. لو إجينا وشفنا هنا راح نلاقي في الحوار هذا يا جماعة اللي أنا بدي أحكي عنه الآن. ثاني بس معلش. أوكي أوكي. أو نيكول. إيه يا نيكول، تو ام لو تنس، هل تحب التنس؟ استخدمنا تي يا جماعة. ليش؟ لأنه هي بتعرف. فسؤال، فشو نيكول حكت؟ وي او وي جيم لو تنس. نعم انا احب التنس. ارتر تو ام لا ميوزيك توا، هل يا ارتر هل تحب الموسيقى انت؟ هي طبعا هي مالهاش لازمة توا، لكن ضافة زيادة. فحكى وي موا جيم لا ميوزيك اي لا دونس، احب الموسيقى والرقص. طب هنا كان يحكي معي بصيغة التيور، لاحظوا عندي هنا بصيغة الفو. إيفو مدام، وأنت يا سيدتي. يمكن الخط مش واضح لكن لو تبعت على الكراسة اللي عندك هتلاقي إنه واضح. إيفو مدام، وأنت يا سيدتي. فوزيمي لا تلفزيون، بتحبي التلفزيون، يعني بتحبي التلفاز. تمام؟ نو مسيو، لا يا سيدي. نو جو نيم با لا تلفزيون. لاحظوا عندي هنا كانت تيام، لما كان يصرف لي الفعل ايمي مع تي كان في عندي اي اس، لما كانت مع جو صارت مع اي، مع مدام سيده فو صارت او زد. لاحظوا عندي الفعل التيرمينيزون تاعو بتغير مع كل ضمير سواء كان تي او جو او فو. نو مسيو جو نيم با لا تلفزيون. اي توا، وانت ارتر، وانت يا ارتر. تي ام لو جاز، هل تحب الجاز؟
Non, je n'aime pas le jazz. Moi, j'adore le rock. Ana a'shaq ar-rock. Et vous, monsieur, vous aimez les aéroports? Hal tuhibbuna taban al-matarat? Les aéroports? Non, je n'aime pas les aéroports. الآن هنا بدنا نكمل اللي هو الحوار. هنا بتعلق الموضوع بتوا، كيف نستخدم توا أو طبعا فو. هنا طبعا التوا هي نفس موضوع تو يا جماعة، لكن لما بصير عندي تكرار على سبيل المثال إيه، هل بدي أجي أحكي إيه تو آرتر؟ لا، بجي بحكي إيه توا. ليش؟ لأنه أنا بحكي مع آرتر، فبالتالي أنا بدي أجي بحكي له يا آرتر توا. فأنا هذا بصراحة مش كتير مركز عليه حاليا، خليه فيما بعد المنطقة هاي. تمام، اوكي. هنا بدي اسأل سؤال. لا بانتور ميسيو، الرسم يا سيدي. الرسم ايه؟ الرسم يا سيدي. هنا عندي السؤال، الرسم يا سيدي. فانا بدي اسأل هل تحب الرسم يا سيدي؟ فبدي احكي تويم لا بانتور ميسيو، لكن انا افضل vous aimez la peinture monsieur. ليش؟ لأن بحكي معه بصيغة سيدي، فلازم أحترمه، فبدي أجي أحكي vous aimez la peinture monsieur. بدي أستخدم اللي تم استخدامه هنا vous aimez. تمام، vous aimez la peinture monsieur. oui j'adore la peinture. شو الفرق بين aimer و adorer؟ بمعنى يعشق. adorer بمعنى إيه يا جماعة؟ يعشق، يعني أكثر من يحب. نيكول tu aimes la danse؟ هل تحبي الرقص؟ حكت نو جو نيم با، أو جو نادور، أو آسف نو جادور لا ميوزيك. سألها تحب الرقص؟ فحكت لا، أنا أحب الموسيقى. فبالتالي اللي بيصير عندي هنا بدك تضيف اللي هو تيام أو فوزيمي. تمام، طيب هيك بنكون خلصنا اللي هي الصفحة 12. تمام، ركزنا على موضوع اللي هو this is باللغة الإنجليزية. this is باللغة الإنجليزية بمعنى say. على سبيل المثال ce n'est pas beau، يعني هذا غير جميل. c'est bizarre، هذا غريب. c'est beau، هذا جميل. c'est magnifique، الجي والان باللغة الفرنسية يلفظ اني. تمام، يلفظ بني. كيف يعني يا جماعة؟ على سبيل المثال لو انا اجيت حكيت لك كلمات اسباني، اسباني هيك بتنكتب باللغة اللي هي الفرنسية، يعني بالشكل التالي. خليني اجيب لكم ورقة جديدة. تمام، اسباني هيك بتنكتب باللغة الفرنسية، أو اسبانيا بتنكتب هيك. كيف تلفظوها؟ حاولوا تلفظوها. اسباني هيك، اسباني أو اسبانية. الآن اسباني، لاحظوا المقطع هذا، اسبان الجي والان يلفظوا مع بعض حرف جديد اسمه ني، يعني النا والياء، يعني ممكن نجيبها زي هيك ني، فبتصير اسباني. اسبانيول نيول. فبالتالي هنا شو حكينا؟ سي مانيفيك، لانها مش ماجنيفيك، مانيفيك. الجي والان بصير الني. تمام، بنلفظش الجي باختصار، يعني سي مانيفيك. سي اوريبل، مانيفيك معناها رائع. سي اوريبل يعني مرعب. سي جينيال، رائع. لاحظوا عندي لما هذا الكلام بنربطه، هذا الكلام الموجود هنا في الأسفل بنربطه في الصفحة السابقة. لما بتيجي تحكي مثلا جيم لو جودو سي جينيال، جيم لو تياتر سي مانيفيك، جيم لو سينما سي سوبر. تمام، جادور لا ميوزيك سي كالم، جو ديتست لا دانس سي اوريبل. فبالتالي انت بعد فعل ديتستي وادوغي وايمي بامكانك تتطرق لموضوع اللي هو سي. هذا يكون تستخدم الجزئيه الموجوده عندي هنا في الاعلى. سي او سوني با، سي معناها this is او سوني با this is not. على سبيل المثال لو جينا نربط الصفحه هاي بالصفحه السابقه راح نشوف انه موجود عندي هنا في المنطقه هاي حدا بيحكي عن بعض شغلات. على سبيل المثال هنا اوكي، جيم لو فوت، انا احب الفوت. جو نيم با لوبيرا. J'aime l'avion, c'est génial. أنا أحب الفوت، ما بحبش الأوبرا، بحب الطيارة، c'est génial، هذا رائع. نفس الشيء ممكن أجي أحكي هنا. J'aime rêver، بحب أحلم. Je n'aime pas l'école، بحبش المدرسة. J'adore les roses، أحب الورود. c'est beau، هذا جميل. J'aime le cinéma، أحب السينما. J'adore voyager، أعشق أن أسافر أو السفر. J'aime le soleil،
سي مانيفيك. بإمكانك تحكي عن نفسك، لما كنا نعرف عن نفسنا المرة الماضية كنا نحكي طبعا إنه أنا أحب، وأحيانا ما تحكيش، لأن بعد ما تعرف عن نفسك بدك تحكي لي إنه أنا أحب هذه الشغلة وأعشق هذه الشغلة ولا أحب هذه الشغلة، وبتحكي لي سي وبتحط لي بعد سي أي صفة، مانيفيك، أوغيبل، أي حاجة. تمام، بتشكركم كثير واللقاء في المحاضرة القادمة. السلام عليكم.